متابعي ومشاهدي موقع ام مصر في كل مكان، معكم الصحفي محمد فتحي مع شكاوى الملاك لشركه مصر ايطاليا للاستثمار العقاري وبعض المشاكل التي تخص الملاك مع هذه الشركه. في البدايه عايزين نتعرف على المشكله. المشكله يا فندم ان دي مولات مبدئيا المفروض ان احنا شغلنا ان احنا متعاقدين معاها كوحدات، المفروض ان الشركه مسؤوله انها تاجر الوحدات دي مقابل 20% و80% للملاك. اولا تعاقدنا في 2015، التسليم 2018، اتاخروا اشتغلوا في 2020. لما اشتغلوا في 2020 فين العائد؟ شيء لا يذكر. طب فين كشف الحساب؟ لا يوجد كشف حساب معتمد حتى الان. طب لو سمحتوا ايه الموضوع؟ قالوا احنا فشلنا في ادارتها. طب ادونا احنا المحلات نستلمها. اتفضل حضرتك الترافيك هنا، بص المنظر، بص حضرتك بعد اذنك العربيات مش مكان العربيه قدام المول. المول اهو حضرتك زي ما انت شايف كده متعاقدين معاه. التعاقد تم على 3 مولات للملاك: جاردن ايت تجمع، ايطاليا سكوير اكتوبر، ايطاليا سكوير الشروق. تمام. مش بس كده، انا احد ادمن جروبات التواصل الاجتماعي لدى الشركه. انا يوميا بيجي لي طلبات انضمام جديده من ناس كلها بتسال عن المحامين المتعاملين مع الشركه في الاداري، في التجاري، في السكني، في السياحي. بس اتفضل حضرتك. اتفضل عرفنا عن المشكله اكتر بقى. المشكلة ان انا تعاقدت مع شركة مصر ايطاليا في 2015 وكان المفروض الاستلامي في 9/2018، وعلى اساس ان احنا لينا عائد شهري على اساس ان هم متولين الايجارات بتاعة المحلات اللي احنا خدناها بناء على الاعلانات اللي كانوا عاملينها في 2015. حط رجل على رجل وايرادك وفلوسك هتجيلك لغاية البيت. احنا دينا حطينا رجل على رجل ولغاية الان لينا 6 سنوات ما شفناش اي حاجة، بل بالعكس بنروح نطالبهم بحقنا وبفلوسنا اللي احنا دفعناها وكل حاجه. ما احنا لسه ما اجرناش، لسه ما عملناش اي حاجه. ومول اكتوبر ومول التجمع جاردن ايت ومول اكتوبر ايطاليان سكوير، واحنا طبعا بنناشد المسؤولين. يعني فين المسؤولين اللي بيحموا حق المواطنين؟ حقنا احنا فين؟ احنا طلبنا الشركه دي كذا مره ورحنا لغايه عندها، بيجيبوا بتوع الامن بيتعدوا علينا وما بيدوش اي حاجه لينا. ارجو بس ان احنا صوتنا يكون مسموع لاي حد. احنا ما عاوزينش غير حقنا، احنا مش عاوزين غير حقنا ومش عارفين نروح فين. فاحنا بنطالب باسترداد حقوقنا وكشف حساب من الشركه بالسنين اللي فاتت، اللي هي المفروض كشف حساب يكون معتمد يراجع لنا حساباتنا احنا ويراجع لنا حقنا كمواطنين. نرجو بس ان حد يهتم بمسؤوليتنا وشكرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا المهندس اسامه. انا طبعا كنت مهندس شغال في الخليج وجاي لي مرض نادر في عينيا. تمام. بتحويش العمر انا كان قدامي خيارين، يا اما اعالج عينيا يا اما استثمر تحويش العمر. دي حاجه تجيب لي عائد اصرف بيه على اولادي وفي نفس الوقت اعالج عينيا. طبعا حطيت تحويش العمر في الشركه نفسها اللي هي مول جاردن ايت واشتريت فيها، ولغايه دلوقتي ما فيش ولا جنيه جالي منها. فطبعا انا دلوقتي بقيت لا عارف اصرف على عيالي ولا عارف اعالج عينيا ولا عارف اشتغل ولا في اي عائد بيجي لي عشان اصرف منه. فطبعا انا بناشد المسؤولين ان هم يحلوا لنا مشكلتنا، ان احنا برضو لينا حقوق في الشركه، المفروض ان هم يبصوا لنا حتى لو بعين الرأفة يعني. فاحنا بنطالب بكشف حساب معتمد، ان الناس اللي جالها كشف حساب جالها كشف حساب ورقه فاضيه كده فيها مجرد شويه ارقام وخلاص، لا هي معتمده ولا فيها اختام ولا فيها اي حاجه عن الشركه. فاحنا بنطالب المسؤولين ان هم بنناشد المسؤولين ان هم يتابعوا القضيه بتاعتنا. احنا طبعا ماشيين في القضاء والقضاء بتاعنا ان شاء الله هيجيب لنا حقنا، بس الموضوع موضوع وقت. فاحنا طول الوقت ده هنعمل ايه وهنصرف منين؟ بس شكرا. تعرف على المشكله من حضرتك؟ احنا من انا وزوجي من ملاك في مول الشروق سكوير، ده سكوير الشروق. واخدين وحدتين شير في محل زي الجماعه ما شرحوا لحضرتك قبل كده، ان المفروض ان الشركه بتبني وبتأجر وبتدير وليها مقابل ده 20%.
واحنا لينا الايجار. انا لما رحت اتعاقدت في 2016 كان المفروض ان كلامهم ان انا ليا عائد شهري على اليونت الواحده على الوحده الواحده اللي هي جزء من محل 18000 في الشهر، وقالوا لي التعويم جاي والدنيا غير والدنيا هتتغير وهيبقى فيه بزياده، يعني هيبقى القيمه الايجاريه هتبقى زايده بكتير. دلوقتي احنا لغايه النهارده مول الايطاليان سكوير الشروق ما تاجرش وما اشتغلش، هم لسه بعت لنا رسائل ان هم بداوا يسلموا الاداري اللي هو الشركه مش ملزمه بادارته ولا بايجاره، بيسلموه لاصحابه، واحتمال في شهر 7، يعني انا كان المفروض استلم في شهر في سنه 2019، انا دلوقتي في 2023 بيقولوا لنا احتمال في شهر 7 الحالي المول يشتغل. طيب انا فين دلوقتي الفتره الاربع سنين دول من العائد بتاعي اللي انا كنت عامله حسابي ان هو هيجي؟ هم بيردوا علينا ان هم ظروف الدوله وظروف اللي مرت بيها البلد هي السبب في ده. طيب ما انا ظروف البلد دي انا التزمت بيها ودفعت اقساطي كامله، يعني هي ظروف البلد كانت عليا وعليك. دلوقتي انت كل ما تتكلم معاهم يقولوا لك انت خد فلوسك، انت متضايق خد فلوسك اللي انت دفعتها، يعني انا اخد فلوسي اللي انا دفعتها من 2016 اخدها دلوقتي بعد ما عدى عليها كام تعويم وقيمه الفلوس قلت قد ايه، فهو عايزني اخد فلوسي دي دلوقتي زي ما هي وخلاص، هو ده العدل اللي هم شايفينه. فللاسف احنا مش لاقيين حل مع الشركه، احنا ماشيين في الشكل بالشكل القضائي، وان شاء الله ربنا هينصرنا فيه لان احنا متاكدين القضاء المصري هينصرنا، بس محتاجين ان احنا صوتنا يوصل واكبر الجهات في الدوله تسمعنا وتعرف مشكلتنا وتبتدي تتدخل، لان احنا مشكلتنا بقت كبيره قوي. احنا الجروبات فيها ما لا يقل مثلا عن اكتر من 600-700 حد مشترك في الجروبات من متضرري المولات الثلاثه، ده غير المشاريع الثانيه عندنا في البوسكو، عندنا في موسى كوست، عندنا في مشاريع ثانيه كتير قوي متضررين معانا في نفس الجروبات. فاحنا بنحاول بكل الطرق ان احنا نوصل صوتنا لحد يعرف يتدخل ويحل لنا المشكله، لان الشركه الحلول بتاعتها كلها ظالمه، واكمالا للظلم اللي هم بداوه معانا هم بيحاولوا يحلوا بظلم برضه. بس فاتمنى صوتنا يوصل. عنيت عبد الهادي، انا ليا اتنين جزئين كده في محلات كبيره هنا في جاردن ايت، ليا جزء في محل كبير 500 متر، فضلت ادفع، المفروض نستلم في 2018، المفروض فضلت ادفع لحد 2020، جم في 2020 قالوا لي خلاص عقدك متحول، عقدك متحول شؤون قانونيه علشان في فسخ للعقد. ازاي في فسخ يا جماعه وانا بدفع الاقساط لحد النهارده؟ انا بقالي سنتين بعد 2018 المفروض ناخد عائد، انا طبعا بعت اللي قدامي واللي ورايا علشان ادفع الاقساط والتزم، لحد 2020 قالوا لي العقد بتاعك اتفسخ. فهل ده يرضي المسؤولين؟ هل ده يرضي سياده الرئيس؟ هل ده يرضي اي حد مسؤول في البلد؟ احنا مش عارفين نعيش يا جماعه، احنا يعني نعيش ازاي وفلوسنا راحت؟ كل شيء عمرنا راح. شكرا. اهلا بحضرتك، انا من ملاك مول اكتوبر، انا تعاقدت 2016، كان سعر الصرف 2000، كان سعر الصرف 7 جنيه تمام. المفروض العقود كانت بتقول الايراد هيطلع 2018 ويسدد باقي الكافيه او باقي المحل، فاللي حصل ان احنا ما خدناش الايراد لغايه دلوقتي تمام. فاحنا طبعا مشينا بكل الطرق السلميه تمام، ومحتاجين كشف حساب معتمد حلو من الشركه والايرادات بتاعتنا. احنا ماشيين في مسارات قانونيه مع المحامي بتاعنا وبس. السلام عليكم. انا ماسك اكتر من 250 عميل، ورافع قضيه ضد شركه مصر ايطاليا، شغاله هي مصر ايطاليا للاستثمار العقاري في جاردن ايت اكتوبر، البوسكو، شقق سكنيه، موسى كوست، كل الحاجات دي كلها انا ماسك فيها غير المحامين التانيين. يعني في حاله تقاضي ضد شركه مصر ايطاليا رهيبه زياده عن اللزوم، ضد شركه تستحمل ضغط القضيه ده كله وما تحلش مع الناس. اكتشفنا ان هم بيدوا للناس، بداوا يدوا دلوقتي من سنه 18 دلوقتي بداوا يدوا للناس ريع حوالي 1500 او 2000 جنيه كويس،
ومش عايزين يطلعوا. المحكمه حكمت بالزام بتقديم كشف حساب معتمد، ما رضوش يطلعوا كشف حساب لغايه دلوقتي، وبناء عليه احنا بنطالب الناس، بنطالب بننفذ الاحكام دي، احنا في سبيلنا الى تنفيذها، وفي الاخر ان شاء الله هيتنفذ غصب عنها، علشان هم اتضح من الاول خالص ان كان الهدف يبنوا بفلوس الناس، ولما يجي يطلعوا عائد يطلعوا عائد ما يجيبش شقه ايجار جديد او اوضه ايجار جديد. مصر ايطاليا البوسكو بانيه في العاصمه الاداريه، بانيه في اكتوبر، بانيه في التجمع، بانيه في موسى كوست، كل دي مشاريع لم تتم حتى الان تسليمها او اعطاء الناس ليها. واحد فقد بصره وفي ناس ماتت وما خدوش لغايه دلوقتي فلوسهم وريحهم، وبعدين يقول لك ايه ما هو عليا وعليك. لا مش عليا وعليك، انت بنيت بفلوسي، انت بنيت بفلوسي، لا عليك انت لوحدك. انا عايز حاجه حضرتك المحامي الموحد 250 قضيه اكتر واحد في محامين كتير قوي، انا بس انا معايا اكبر عدد، اكبر عدد محضر. اكبر عدد تمام. فاحنا الجماعه حبوا ان هم يقولوا وجهه نظرهم ويعرضوها على السوشيال، وانا طبعا معاهم على اساس ان انا يعني اعرض برضو وجهه النظر القانونيه السليمه. المحكمه انصفتنا واحنا في سبيلنا للتنفيذ دلوقتي، هي بس القصه كلها يبقى مفهوم ومعروف الشركه كان غرضها تزهق الناس وفي الاخر ياخدوا فلوسهم ويمشوا، لان لما طلع لك كشف حساب او طلع لك فلوس ب 1500 ولا 2000 جنيه يبقى انا بقول لك امشي خلاص مالكش عندي حاجه. بس فتحيات لحضرتك. طب هل حضرتك في احكام ابتدائيه ونهائيه ضد هذه الشركه؟ في ابتدائي وفي نهائي ومسلم لجهات التنفيذ حتى الان، واحنا في سبيلنا للتنفيذ. بس في عراقيل، الشركه بتعمل عراقيل استشكال واجراءات قانونيه معطله، المهم في الاخر تصرفك اللي انت عايزه قبل ما تاخده تكون صرفته في المحاكم. والناس ما عادش معاها فلوس، الناس ما بقاش معاها فلوس، حتى التنفيذ كمان مش قادرين يدفعوا حقه. مصر ايطاليا بقت من اسوأ الشركات الموجوده على مستوى الاستثمار العقاري في مصر بجد يعني، ونيتهم خبيثه، وكانت معروفه ان هم مجرد ما يبتدوا يشغلوا ويديك ريح صغير في الحاله دي انت هتزهق وتمشي وتقول يا ريتني ما اشتريت من مصر ايطاليا. هل حضرتك عرضت عليهم حلول؟ يعني عرضنا كتير حلول؟ طبعا يقول لك عليا وعليك. زي ايه مثلا؟ عرضنا ان احنا ندير وحداتنا نستلمها، قلنا نستلم احنا وندير، قلنا ناخد احنا الوحدات ونشغلها، قلنا ناخد احنا الوحدات او ادونا تعويض ونسيب لكم، ادونا تعويض يجازي الفلوس بتاعت 15 من دلوقتي. قال لك لا لا لا. فليه؟ طب لا، قال لك ما انا لو عملت كده الناس كلها هتيجي وانا مش هقدر، انا مش هقدر. كويس، مصر ايطاليا بصراحه من اسوء الشركات. طب عايزين نعرف اكتر عن هذه المشاريع، يعني تفاصيل اكتر. هم بانيين سكني في البوسطه، وبانيين كومباوند اكتوبر تجاري وسكني، وهنا تجاري وسكني في جاردن 8 اللي احنا واقفين جنبها، وبانيين في موسى كوست شاليهات كانوا واخدين 2 مليون متر، الارض طلعت غير صالحه، اتسحب منهم السياحه 1,300,000 متر واتبقى 700. المشروع اللي الناس تعاقدت عليه على 2 مليون متر بقى 700 متر دلوقتي. طبعا نقص الخدمات، الخدمات نقصت، كفاءه نقصت، النوادي نقصت، الفلوس اللي اتدفعت على هذا الاساس خلاص مبقاش لها لازمه، لان المساحه قلت بمقدار التلت. ده شغل نصب بقى كده، نصب. لما انا بتدفع على 2 مليون والمساحه تطلع 700 متر يبقى انا خدت ايه اشتريت ايه عليه؟ كويس. فهي مشاريعها كتير ماليه البلد، معرفش ان هم مش عايزين يخلصوا ليه، معرفش ليه مش عايزين يساعدوا الناس، مش عايزين يدوا الناس. الناس عرضت عليهم نمشي وناخد تعويض، ما رضيوش. طب نستلم وحداتنا، ما رضيوش. طب ننفذ الاحكام اللي تقدر عليها ماله. بس هم فشلوا في اداره الموال هم فشلوا فعلا، هم فشلوا. وقال لك احنا هنسلمكم. طب سلمنا، يقول لك انت طول ما انت عامل قضيه مش هسلمك، تعال ادفع اللي عليك. يا جماعه انا مش قادر ادفع، انا ما خدتش عشان ادفع. ادفع ازاي يعني؟ انا ما خدتش عشان ادفع، ادفع ازاي؟ لكن ما فيش حلول مع الشركه والدنيا مقفوله تماما. حضرتك عايز توصل رساله للجهات المختصه؟ انا عايز اوصل رساله لكل المسؤولين اللي بايديهم ان هم يساعدونا في ان احنا نرجع للناس دي حقوقها، سواء بالاحكام القضائيه او بالضغط على الشركه انها تدي الناس حقوقها، تسلمهم وحداتهم او تديهم تعويض عن فرق سعر الصرف اللي حصل من سنه 14 لغايه دلوقتي. ودمتم على كده، او يسلمونا. مصر ايطاليا، مصر ايطاليا الاستثمار العقاري مش عارفين نتعامل معاها ولا ناخد معاها حق ولا باطل، ولما الناس بتتجاوز وتطلب حقها بيجيبوا لهم الشرطه ويجيبوا لهم المباحث ويجيبوا لهم المخابرات ويجيبوا كل حاجه.
فحاجه بقت صعبه بصراحه. بس وانا شاكر لحضرتك. كان معكم محمد فتحي.